إلى جازان وبالتحديد إلى محمية جزر فرسان وهو فرسان، وهي أحد أكبر المحميات السعودية. تمتاز بتنوعها البيئي وبتواجد الكثير من الطيور والأسماك والشعاب المرجانية النادرة. اليوم ينضم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية احتفالا بانضمام محمية جزر فرسان إلى قائمة اليونسكو. من فرسان وتحديدا من محمية جزر فرسان ينضم إلينا مراسل صباح العربية أسامة القاسم. أسامة أهلا بك. المحمية التي تعد إحدى أكبر المحميات الطبيعية في السعودية تنضم إلى اليونسكو، حدثنا أكثر عن هذه المحمية وخذنا في جولة فيها. أهلا وسهلا سهام، تحية طيبة عليك وعلى جميع مشاهدي صباح العربية. بالتأكيد اليوم انضمام جزيرة أو محمية جزر فرسان إلى منظمة اليونسكو تحديدا في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي يعطي انطباعا جيدا عن أهمية المحميات وأهمية الحفاظ على الحياة الفطرية في كل هذه الأماكن. التنوع البيئي الجغرافي على مستوى التنوع المائي، على مستوى التنوع أيضا البري، جعل محمية جزر فرسان تحوي الكثير من أنواع الطيور والأسماك والحيوانات، سواء المهددة بالانقراض أو حتى الحيوانات التي تمتاز بها محمية جزر فرسان. هناك نوعين تقريبا تمتاز بها محمية جزر فرسان، هي الغزال الفرساني وأيضا البجع الوردي. كل هذه الحيوانات وهذه المخلوقات تتواجد في محمية جزر فرسان. هذه المحمية التي تعد من إحدى أكبر المحميات السعودية والتي تتجاوز مساحتها أكثر من 5800 كيلو متر مربع. التنوع البيئي أعطى تناغما كبيرا بين الإنسان والمحيط الحيوي في محمية جزر فرسان، وهذا ما جعلها تنضم إلى برنامج اليونسكو، هو برنامج الإنسان والمحيط الحيوي. ما هو برنامج الإنسان والمحيط الحيوي؟ هو برنامج يعمل على عمل موازنة بين التناغم الإنساني والبيئي، كيف أن الإنسان يحافظ على بيئته وكيف أن البيئة أيضا تفيد الإنسان. وبتواجدنا اليوم في محمية جزر فرسان، هذه المحمية التي تمتاز بعدد كبير جدا من أيضا الأشجار والمخلوقات التي تتواجد بها، ونحن آتين إلى هذه المنطقة شاهدنا الكثير جدا من الغزلان تتمشى في هذه المنطقة. سعدنا الآن يكون معي الأستاذ عبد الواحد مسفر وهو مدير المحمية لحدثني أكثر عما تمتاز به محمية جزر فرسان. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الواحد، ابتداء معنا في صباح العربية. حدثنا اليوم جزيرة فرسان أو محمية جزر فرسان من عدة محميات سعودية، ما الذي يميز محمية جزر فرسان؟ أولا في البداية حوال أحب أن أشكركم على الاستضافة وتحت الفرصة للتحدث عن محمية جزر فرسان. تبلغ مساحتها 5400 كيلومتر مربع. جزر فرسان من أغنى المناطق في المملكة العربية السعودية من ناحية التنوع الحيوي، وهي على شقين البري والبحري. لو تكلمنا عن الجانب البحري فإحنا نتكلم عن حوالي 250 نوع من أنواع الأسماك، كذلك مساحات هائلة من الشعاب المرجانية. على الجانب البري تتميز وهي غنية بالنباتات والطيور، حيث سجل محمية جزر فرسان حوالي 135 نوع من أنواع الطيور. أهم ما يميز محمية جزر فرسان أنها تعتبر من المحطات المهمة للطيور المهاجرة المنطلقة من المناطق الباردة في أوروبا وشرق أوروبا، وتعتبر منطقة استراحة لها للانتقال للقارة الإفريقية، فهي لاعب مهم ورئيسي في حياة التنوع الحيوي والطيور.
اليوم أيضا انضمام فرسان ومحمية جزر فرسان إلى منظمة اليونسكو تحديدا في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي. اليوم حنا نتكلم عن تنوع بيئي على مستوى المياه وعلى مستوى أيضا المناطق البرية. أرخبيل فرسان، الشعب المرجانية في فرسان، ما الذي أدى إليه إلى أن تصبح متناغمة مع الإنسان؟ ماذا فعل الإنسان لكي يتناغم مع البيئة، وماذا فعلت أيضا البيئة؟ ما الذي تتميز به البيئة لتتناغم مع الإنسان؟ استطاع الإنسان في فرسان من قديم الزمن محافظة على الموارد والمصادر المعيشة له، فهذا ما أهلها أن تكون ضمن برنامج الإنسان المحيط الحيوي، حيث أنه أدار مصادر رزقه وعيشه على مدار السنين بكفاءة ما لا يعرضها للتلف أو التدهور. كذلك أهم ما يميز فرسان أنه أكبر تجمع للظبا الإدمي في منطقة الجزيرة العربية موجود في فرسان، وهو يعتبر نوع نادر على مستوى العالم من ناحية الصفات الخاصة به. شكرا أستاذ الواحد، سعدت بك اليوم معنا في صباح العربية. إذا سهام، نحن نتحدث اليوم عن أرقام كبيرة جدا تتميز بها محمية جزر فرسان، الذي أعلمه أيضا أن هناك أكثر من 820 ألف هكتار تتميز بها أرخبيل جزر فرسان، وهي تحمي البحر الأحمر، أيضا عدد كبير جدا من الشعاب المرجانية، عدد كبير أيضا من الحيوانات التي لا تتواجد فقط إلا في محمية جزر فرسان. اليوم فرسان تنتشي وتفرح، احتفالها اليوم هو جزء من منظومة جمال قادمة بحول الله تعالى. وانتقال لكم للسلام. صنفته اليونسكو كنموذج لتناغم الإنسان والطبيعة بسبب الأنظمة البيئية البرية والبحرية الفريدة من نوعها في هذه المحمية. شكرا جزيلا من هناك، من محمية جزر فرسان، مراسل صباح العربية أسامة القاسم، شكرا لك.